بل نعتمد على العمل والتدريب الجاد. المهرجان يأخذ منا شهران قبل انعقاده وشهر آخر بعد انعقاد المهرجان. واسألوا الأمهات وآباء هؤلاء الأطفال لتعلموا ما وراء الكواليس، كما أنني أشكرهم لجهودهم معي في تدريب الأطفال، كما أشكر أيضا الأستاذ أودة محمد لتدريب مجموعة كبيرة من مدرسة جدين سكول. لقد رأيت في نفوس هؤلاء الأطفال ثروة وقيمة وإصرار، تعلمت منهم كثيرا وكتبت لهم كل أفكارهم ورؤاهم شعرا على أرض الواقع. فكتبت من أجلهم ديوانين شعريين، بعت لي رسالة وديوان وفين قلبي، من بين 11 ديوانا شعريا لي 7 فصحى و4 عامية. بدأت مسيرة المهرجان بالتعاون مع الأديبة غادة صلاح الدين كما قالت من قبل يوم 16 أكتوبر 2021، ونظرا للنجاح قررنا الاستمرار، فحصدنا حب الأطفال الذين أصبحوا سفراء فوق العادة كما قالت من قبل. ثم انضمت إلينا في النسخة السادسة الأديبة والشاعرة الإماراتية الراقية شهناز البستكي التي حضرت بنفسها خصيصا من دولة الإمارات العربية لكي تحييكم، فتحية لها من القلب. مهرجان طفولة فوق العادة، ملك هاني، مريم هاني، ملك معوض، أدهم الجمال، المنشدة آية أشرف وآمنة الزينبية، وأخيرا وليس آخرا الفنانة التي شرفت كل مطربات جيلها، الفنانة أسماء الجمال. وأنوه أن الفنانة أسماء الجمل سوف تحضر إليكم الليلة تحية لها لمهرجان طفولة فوق العادة. وأيضا انضم إلينا في الإنشاد الديني الأستاذ الدكتور أحمد مرزوق وميرال ومحمود ويوسف شريف كلهم وكلهن وهاجر كلهم وكلهن نجوم تمثيل الآن وغناء وتقديم تلفزيوني وشعراء وشواعر وكتاب. انتظروا من بينهم قريبا جدا أمير الشعراء. شكرا لجمهورنا الحبيب، كل من حضر وكل من غاب، من قامات ساطعة مشرقة آثرت الحضور من أجل أطفال مصر، زرعنا الود فأنبت لنا عطرا وياسمينا وفلا. شكرا لكم. والآن اسمحوا لي أن أقول قصيدة دائما أنا بحب أضفرها بأسماء كل الأطفال المشاركين في المهرجان. ألف مئة مليون تحية من قلوبنا للحضور، ألف مئة مليون تحية من قلوبنا للحضور، خلوا شمس الشمس تشرق بالسعادة والسرور. عش حياتك بالأمل، الأمل هو الحياة، وسرح الأحلام غناوي في تراتيل الصلاة. لون البستان محبة وارسموا فوق الجبال، قالوا شهناز بستكي وابتسامتها الجميلة، ورد بوري بين غصون في عيون مصر الكحيلة. شمس بترش السعادة واحنا ملناش فيها حيلة، صورة تكمل ويا غادة والليالي أحلى ليلة. لو ملك هاني البداية أدهم الجمال حكاية، بعد مريم أو جمانة لسه بدري عن نهاية، أدي إيساف الجميل. فين رودانا أو رجان بالحكايات الفريدة، آسر المليان حنان
والحسن ويا الحسين فاطمة ومحمد كمان. ولا دانا بنت سامح ولا محمود ولا ريان، ليه سجى محمد ملاك برضو رمسي من زمان، هات وجودي او ملك في هتال الارجوان. وانت يا محمد سعيد يوسف النجم الجنان، جاي علي وفي ايده احمد، كل واحد له بيان. يا نيران محمود منور، يا نجار آل الأوان. أيوة أحمد ابن طه شهريار هذا الأوان، تبقى شيماء ولا أيتم وردتين في المهرجان. رحمة طه من وراها والجميل يوسف شريف، شمس بدي يا زياد في الملك عبد اللطيف. وانت يا احمد سعيد نجم ليلتنا الظريف، مسهوله ويا البنات هذا للسكر نبات، الفريده او جمانه زي نيل الاهرامات. رانا وائل او مهر جوه عطر الامسيات، والملك سيد دي سكر بين حنين الذكريات، والنغم يعزف غناوي للغزل في الامنيات، في الملك ومعاها مريم يحكوا قصة ماضي فات. آية أشرف، آية أشرف جاية تمشي، يا حبيبي يا نبينا فين أبا الزهراء، يا أمنا نور ساكن في المدينة، في الختام أسماء منارة أحلى وردة في الجنينة. شكرا.